السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد مع هشام الاولي. كي كتشوفوا في قناه دابا غادي نمشيو لا بيسين، غادي نمشيو بلاج بريفي. ياك سيمو بلاج بريفي اش كيداير؟ لا فخش لا فخش، خاصني نفيقو كيحمقني فرنسي، خاصني معاه قلت لكم بدافع ديما باش نفيقو. المهم دابا الخوت غادي ندوزو مور غيتا، رقدك عافاك نمشي معاكم، غادي ندوزو نهزو غيتا، غادي تمشي معنا راكم عارفين غيتا الديناصورة غيتا المتوحشة، غادي نمشيو وغادي يطلع نهار طويل وان شاء الله غادي نخلقو، غادي نضحكو، غادي نشطخ لكم معنا نشوفو شنو غادي يوقع. هما الخوت كتشوفو هي غيتا، هي ديجا جبناها، ها هي غيتا المتوحشة، ها هي كليتها غيتا واكلة انا. تسترني قالت لي لقات طوبه في الشنطه عندها، كيفاش اقسم لكم بالله لقيت طوبه في داك الاوتيل اللي قزات ليا من حوايجي. واش من الاوتيل ولا من ويلي منين؟ انا راه كتجيني عادي زعما يكون فار كيتسارى ولا صرخ، علاش؟ الاوتيل كتخيطوال واخا اوتيل كتخيطوال كاين فيه الجار فيه بيسين كيديروا له، ما يجيش عندي انا الفار. ولكن ما عندهمش كيديروا له، راه ضروري غادي يغفلهم شي فار، واش حسب كيبقاو حاضرين الفيران يعني. ولكن اخوتي شنو هذاك لوطيل بغينا نسميوكم حيت عزازين عليا، هذاك الفار كيفاش قضيتو؟ واش دابا نقولوا سميتهم؟ لا ما نقولوا سميتهم، ولكن ديروا اتونسيون، حيد لنا الفيره على هذاك البسر، خلع لنا غيتك انت تسخف لنا هنايا، دابا غتبقى تاكل النهار كامل بهذا الخلع. الله يلا فيا الخلع وحق الله السير. غيت هاد لابيسين غادي له هاد البلاج بريفير ما عندهم لا ماكله لا والو. جيت معايا واحد نص كيلو ديال العدس خمسة. طيب اخويا انا وياك هشام نديرو الراس على الراس وناكلو. اخويا شري لي غير شي طاكوس، خليك ليلي وتبتف لي ليا الملا عليك طاجين خاوي وطيبي. واش كيعجبكم اخوتي الملولي لاكلاس؟ هاي 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 لاكلاس. شنو اللوح مك تما في ديك اللوحك؟ شدها شدها شدها. حيدي من الباب دابا الله، حيدها وسيد خارج. انا جينا عاوتاني لا ميم بلاص اللي مشينا لديك النهار حيت عجباتهم ديك البلاصة، وهاد البلاصة راكم عارفين ديجا الخوت جينا ليها ياك السيمة. الله يعين. غيتا غتعرض الان للدفع، باغي لوحة في المسين. ويلي 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 لحب حوايجها. ويلي 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 لحب حوايجها. ويلي 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 شربتي الماء؟ شو درتي لها سيمو؟ لحب حوايجها. دابا فاش تبدلي ماشي باش تبدل؟
شو كتبش لخ اطلعي الله يلا لا حب ناري كي وقع لك اخي صاحبي هادي ديالك حر الشعر يا شمل ولا ماشي انا والله ما قلت شي حاجه بصحه العمر غيتها شنو الاحساس ديالك الاحساس ديالي بحال شي كلب دخلوه في الماء ولي 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 شنو كتقطر كل دابا باش تمشي عشان تحيدو شتو التليفون وترميه اجي رميني حكرتو عليا غير انا اجي رميني باش يشرب الماء تيطيب نشوف راسي بالملايا هشام بغيتي راسك خفات بالعومان دابا جا الجوع عرفتي شحال ديال شوف طاجيني وطاجينات هما سي مو هو راه فرحان وغضبان ماك مناش شكون لك ما تنعس ومشيت تسخرت في الصباح صباح ما تسخرش ليا اخويا انا عنس مال خوت دابا كي كتشوفو خرج جنانه وغيتا غادي نمشي واحد البلاصه اخرى ياك هي البلاصه زوينه فين كنا ولكن بغينا نبدلو البلاصه ما فيها باس نمشي للبحر زدنا خويا زدنا خويا المهم دابا غادي نمشيو للبحر بغينا نهبطو نعمو شويه بيسين طلع لنا في راسنا غادي نمشيو للبحر نضربو شي ترصيتي كتنقزي الخوطه ديالك راه غتهبط غتهبط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سمعنا من الله لا اله الا الله والحمد لله رب العالمين كتشوف دابا نتي كتاكلي واك ايوب كيفاش ايوب اصاحبي اه كتاكل اخويا بزاف على دراسه اول شي بزاف بدلنا شوش عليكم هذا باش حنا سهرنا كي داير كاملين في العواسه المهم الخوت حنا للبحر انا واش تسكت دابا جينا حنا هنا للبحر وعيد دابا ناشطه في انتيريا لاباني اش غادي دير ما عندك ما دير ما دومتي في اكادير ما عندك ما دير انتوما كيما كتشوفوا الاجواء صامته بحر هادي الى قليل الهيجان ما كتشوفوا الخوت بعد ما غيتها دارت كولوبراسي مع مولا باري دارت ستوري وعطاها لاباني فابور سيمو دابا هي جديده صافي تا هو تا الطراسول كولوبراسي وانت درتي ستوري مال لا انا ما درتي والو درت مول الرمله مول البحر قبل البحر الله يرحل تحياتي للمتوحشه يا عيد جبد الحل برد قلت قلت ايش 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 في الراس مع دخلت القيدة غيتا هو يولي هائج الى كثير الهيجان ولا ما عرفتي الميترانسور كيخرج خرج عباد الله مالو القيدة غيتا دخلات صونامي ضرب الزنزال ضرب وسط البحر كتعوم في الكشكوشة اش كذب عليهم كتعوم في الكشكوشة عامتي في الجلسة تما حفرات واحد الحفرة حيد عليا حيد عليا شوفوا كي كتبان حدايا نتوما بتي بان نتوما فين تباني يلاه شنو والله تا بتي بان بالله الدرصه والمرصه اللي قال شي حاجه انا اردوسيه اردوسيه اللي فيك مراسك بحال بحال كوجاكا وانت يا راس التكرموصه المهم الخوت كتشوفوا دابا حنا طلعنا من البحر هي غيتها في المخبات ايوب اش بان لك في هذا الشيء اخي زين واش بحيره زينه اخي بحيره زينه البيسبس هو طوندا شو سيمو كماش هاك محشيت من حدا القايده غيتا تبارك الله السي قايد شحال يطلع في الباشا المهم اخوتي كما شفتوا ضربنا النهار زويون غيتا مسكينه لا حاسه مو بحوايجها ايوا بينات هما انا ما عنديش تخاف هذا الشيء المهم اخوت شوف حنا غارب عندنا خارجين ضاحكين نشطين المتتبعين ديالنا كيبغيو لي فيديو حنا كنحط لكم دي فيديو فاش تكون شي حاجه اللي غنفعكم فيها غنفعكم ولكن الا ما نفعناكمش راه ما نضركمش ديك البساله وديك الشيء خاوي تفدى سدات مادام سالينا من داكشي وحنا الغرض عندنا هو اننا نخلقوا نضحكوا ونشطوا شي المهم داكشي خارج تزويوني انت تتفرج كتمتع عويناتك راه ما عندنا من الفيديو كاع الساعه باش نجيو في دار وحنا ما كنصنعوش النواوي ولا حنايا دي زانجينيور ولا دي ميدسان حنا دي فلوغر صافي دي زانفلونسور دي فلوغر دي سبورتيف يعني كنديروا داكشي سبور فلوغات دابا ما عندنا شوف شي واحد يقولك اش كتفيدونا راه ما عندنا باش نفيدك تفرج بغيتي تفرج اللايف ستايل ديالي تبغي تشوف غيبات خريجات لعيبات هادشي اللي كاين اما شي حاجه نفيدك بها راه ما عندي ما نفيد كنفيدك حاجه وحده انك تتفرج كدا تقدر تموتيفا من عندي تقدر تبغي تولي بحالي المهم ما كنقولكش ضرب الطاسه ما كنقولكش سير ضرب الشوانات ما كنقولكش حاجه اللي هي خايبه كنقولك تهلا في راسك البس مزيان عيش مزيان كون راجل بنفسك بوان فينا هادشي اللي كاين حنا ما كنقول لكم شي حاجه اللي هي غضركم ولا شي حاجه اللي هي خايبه ولا شي حاجه اللي هي ما كايناش ما كنديروهاش تهلاو في راسكم الدراري العز ديما جيبوا العز ما تهبطش براسك ما تخليش شي وحده ولا شي واحد يطيح بيك ديما كون سبع ديما كون راجل دائما نفسك هنا ولا كنتي بنت تكون نفسك هنا ما تخليش شي واحد يطيحك وراكم تقدروا توصلوا لاي حاجه كيف ما بغات تكون في العالم حتى شي حاجه ما صعيبه حتى حنا راه ولاد احياء شعبيه راه خرجنا بدينا من الزيرو ما عندنا والو سونطر هو ما كانش عندنا احنا راكبين في مرسيدس عادي ماشي كنبانوا عليكم ولكن باش نموتيفيوكم
الصيف هذا قريتي استفد من داكشي ديالك، خذ اكسبيريونس تعلم بزاف ديال الحوايج، صوفي راسك صوفي والديك. هادشي اللي غادي نقول لك. اما تبقى تقول ما غاديش نقدر ما غاديش ندير، راه ما كدير شي حاجه في حياتك ولا وطير. ديما خاصك تموتيفي راسك بيديك. لا موتيفاسيون كتبدا من عندك انت عاد تاخذها من عند ناس اخرين. النهار غتموتيفا وغتقول غنقدر، ديك الساعه غتقدر تاخذ شي حاجه من عند ناس اخرين وغتموتيفا من عندهم. المهم اخوتي نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار، ما نطولش عليكم هذا الفيديو، تهلاو ليا في راسكم، راكم عزازين بزاف 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 كاملين، وتحيه لكم واحد واحد. كان معكم هشام بلولي ونتشوفوا. اش كديري انت تما؟ انا كنشوف لي ستوري. حنا كنهضروا كدا وانت كتشوف. اخوتي انتما كتشوفوا معايا من هنايا هاد الاديه كاع سلف اكادير جات تسلطات علينا، ما تفيدك بوالو غير الماكله. فيك شعر؟ ايه خصني ندير له كوتي. تاكلي السمع. بس عليا. الدور تاكل اخوتي ما تفيدك بوالو. ما انت ما كتش. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم اخوتي الله فراسكم، نشوف فيديو جديد. بوش.